بسم الله الرحمن الرحيم، المشاهدون الكرام في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم، واحلى تحيه صباحيه لكل عشاق الموجه الازرق اللي دايما بيتابعونا في كل صباح داخل وخارج حدود الوطن الحبيب. اهلا بكم اكيد، ونلتقيكم اليوم الاحد ان شاء الله، نقضي مع بعض وقت ممتع وسعيد، حنناقش فيه العديد من الموضوعات. اليوم حنركز على مباراه المنتخب الوطني الصقور الجديان، وكذلك مباراته امس اللي كانت امام نيجيريا. مباراه كانت يعني فيها العديد من الجوانب اللي احنا حنناقشها معاكم عبر هذا الصباح. طبعا المباراه هي انتهت لصالح منتخب نيجيريا بثلاث اهداف مقابل هدف، لكن بالتاكيد المنتخب الوطني خرج بفوائد كبيرة جدا من هذه المباراة، واللي بتقول عكس كده هو أكيد شخص مكابر، لأنه بالتأكيد الاستفادة كانت كبيرة من هذه المباراة. ونحن خلينا نقول نحن قاعدين نبني في منتخب كبير إن شاء الله نعتمد عليه في المسابقات القادمة. أحلى تحية من فريق عمل يوم الأحد، تحيات الريح وتحيات أبو شامة وإبراهيم ومصطفى وكذلك مرتضى النعمان وكل الزملاء اللي بنفذوا هذه الفترة على الهواء مباشرة. أحلى تحية لكم مني أنا في هذا الصباح. طبعا تاني حنلتقي كل أحد بدل الثلاثاء بسبب التغيير في جدول الاف ام، يعني خليكم مذكرين الأحد حيكون ثابت برنامج رياضي حنتناول فيه عديد الموضوعات الرياضية. أهلا وصباح الخير عليكم، وأحلى تحية لكل عشاق الموج الأزرق مرة تانية داخل وخارج حدود الوطن الحبيب. خلاص لا أملك
الشجن thank you.
Thank you.
كل الشجن خل الشجن.